السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. القمة العربية 25 تختتم أشغالها بحضور رئيس الجمهورية، والبيان الختامي للقمة يدعو إلى ضرورة العمل على تحقيق التوافق بين الدول، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المصيرية والحيوية للأمة. رئيس الجمهورية يجري على هامش القمة مباحثات مع عدد من القادة العرب حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون. المستشفى العسكري ينظم أول أيام تفكيرية منذ تأسيسه لتبادل المعلومات الطبية في مجال الصحة العسكرية. أهلا بكم جميعا. اختتمت اليوم بقصر بيان بالكويت أشغال القمة العربية 25 التي حضرها رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز إلى جانب العديد من نظرائه قادة الدول العربية وممثليهم وجمع من المدعوين. وقد أصدرت القمة بيانا ختاميا سمي إعلان الكويت، وقد ركز الإعلان على التضامن العربي وتحسين آليات التعاون العربي بما يعكس شعار القمة التضامن نحو مستقبل أفضل، والعمل على تحقيق التوافق بين الدول خاصة فيما يتعلق بالقضايا المصيرية والحيوية للأمة العربية، كما أكد على دعم الشعب السوري وصولا إلى تحقيق الاستقرار. وتضمن الإعلان قرارات تتعلق بالعديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها الأزمة السورية وما يترتب عليها من معاناة إنسانية للاجئين والنازحين، والقضية الفلسطينية وملفات عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له. وتميزت جلسة الاختتام بكلمة لأمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ثمن فيها نتائج القمة قبل أن يحيل الكلمة إلى الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، الذي أعرب عن ترحيب بلاده باستضافة القمة المقبلة في شهر مارس 2015. وعلى هامش القمة أجرى رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز صباح اليوم بقصر بيان في الكويت مباحثات مع رئيس الجمهورية التونسي المؤقت البروفيسور محمد المنصف المرزوقي الذي يمثل تونس في أشغال القمة. وتناولت المباحثات المستجدات على الساحتين العربية والإفريقية وسبل تفعيل الاتحاد المغاربي والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر المباحثات وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد أحمد والتجدي ومدير ديوان رئيس الجمهورية السيد أحمد الباهية، ومن الجانب التونسي السيد المنجي الحامدي وزير الشؤون الخارجية وعدنان منصور مدير ديوان رئيس الجمهورية التونسية. وعلى هامش القمة العربية 25 أجرى رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز مساء أمس بقصر بيان في الكويت مباحثات مع صاحب السمو الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. تناولت المباحثات العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولتاه ومدير ديوان رئيس الجمهورية السيد أحمد والباهية. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز مساء أمس رئيس مجلس الأمة الجزائرية السيد عبد القادر بن صالح الذي يمثل بلاده في هذه القمة. وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة السيد سيدي ولتاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية والسيد أحمد والباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، ومن الجانب الجزائري السيد رمضان العمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائري والوفد المرافق لرئيس مجلس الأمة. رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز أجرى كذلك بقصر بيان بالكويت مباحثات مع أخيه وصديقه السيد نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا. حضر المقابلة السيد أحمد والتجدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والسيد أحمد والباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، ومن الجانب الليبي السيد محمد عبد العزيز وزير الشؤون الخارجية وسفير ليبيا في الكويت.
وعقب اللقاء أدلى رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي بتصريح قال فيه: هي الموريتانية في أحسن وضع. موريتانيا دائما لها مواقف مشرفة مع الشعب الليبي ومع الحكومة الليبية ومع الشرعية دائما. نحن نتباحث مع السيد فخامة الرئيس الموريتاني على امتداد لهذه العلاقات وعلى أن نمضي خطوات متسارعة جدا نحو دعم هذه العلاقات بين الشعبين الصديقين بإذن الله تعالى. وتميز اليوم الأول من أعمال القمة العربية الخامسة والعشرين المنعقدة في الكويت بخطاب لرئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، أكد فيه حرص بلادنا على الإسهام بشكل فعال في تعزيز الشراكة العربية الإفريقية في شتى الميادين. وأعلن رئيس الجمهورية استعداد موريتانيا لاستضافة منتدى استثماري عربي إفريقي يكون مناسبة لعقد شراكات استراتيجية في مجالات حيوية للطرفين. ملخص لهذا الخطاب مع الزميل محمد ولسيد عبيد. أكد رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز حرص بلادنا على الإسهام بشكل فعال في تعزيز الشراكة العربية الإفريقية في شتى الميادين، وأعلن في خطاب أمام القمة العربية الخامسة والعشرين التي احتضنتها العاصمة الكويتية استعداد بلادنا لاستضافة منتدى استثماري عربي إفريقي يكون مناسبة لعقد شراكات استراتيجية في مجالات حيوية للطرفين. ودعا رئيس الجمهورية بذات المناسبة الدول العربية إلى إطلاق مبادرة عربية لدعم جهود التنمية في دول مجموعة الخمس التي تضم بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد. وأكد سيادته أن القمة العربية العادية الخامسة والعشرين تنعقد في ظرف دولي وإقليمي دقيق، فعلى المستوى الدولي هناك تداعيات للأزمة الاقتصادية وبوادر توتر في مناطق كثيرة من العالم وتجاذب بين أطراف من المجموعة الدولية. أما على المستوى الإقليمي فما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الاستيطان والحصار وإرهاب الدولة، مما جعل كل قرارات المجتمع الدولي ذات الصلة وجهود وسطاء السلام تذهب سدى، وزاد من معاناة الشعوب العربية الواقعة تحت الاحتلال فضلا عن إسهامه في نشوء ظواهر التطرف والغلو في المنطقة وعبر العالم. وأوضح رئيس الجمهورية أن ما تشهده مناطق من الوطن العربي من صراعات دامية وتوترات أمنية يحتم على القادة العرب البحث عن كل السبل السلمية الكفيلة بإعادة الأمن والاستقرار لهذه المناطق وإحلال التفاهم والتعاون بدل الصراعات والنزاعات المسلحة. وفي ظل هذه الأوضاع لا بد من اعتماد سياسة تقوم على التنسيق والتعاون من أجل الوقوف في وجه الجماعات الإرهابية والمتطرفة، خاصة تلك التي تحاول تبرير أفعالها الشنيعة عن طريق التأويل الفاسد لشريعتنا الإسلامية السمحة واستغلال الدين لقتل الأبرياء ونشر الغلو والتطرف. وأكد السيد محمد بن عبد العزيز أن موريتانيا اعتمدت خلال السنوات الخمس الأخيرة استراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب تقوم على مكافحة الفقر والانفتاح على الشباب وتعزيز الحريات الفردية والجماعية والحوار مع المتشددين والتصدي بقوة للجماعات المسلحة، وبذلك استطعنا تحقيق مكاسب مكنت من توفير الأمن على عموم التراب الوطني. وأوضح رئيس الجمهورية أن الأزمة التي شهدتها جمهورية مالي ساهمت في تحسيس الرأي العام الدولي حول المخاطر المرتبطة بالوضع في الساحل، وهو ما ترجمته زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة على رأس وفد ضم ممثلين عن العديد من المؤسسات المالية الدولية والشركاء في التنمية، حيث تم الإعلان عن حزمة معتبرة من المساعدات التنموية والإنسانية للدول الخمس الأكثر تعرضا للمخاطر في المنطقة، وهي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد. وقد انتظمت هذه الدول مؤخرا في إطار ما بات يعرف بمجموعة الخمس، وإن موريتانيا التي اختيرت لاحتضان مقر المنظمة الناشئة وتولي رئاستها الدورية تغتنم فرصة هذه القمة لدعوة الدول العربية إلى إطلاق مبادرة عربية لدعم جهود التنمية في هذه الدول.
وأضاف رئيس الجمهورية أن القمة العربية الحالية تنعقد بعد 4 أشهر ونيف من عقاد القمة العربية الإفريقية الثالثة التي التأمت هنا في الكويت تحت شعار شركاء في التنمية والاستثمار، والتي كانت تجديدا للعهد بين العالمين العربي والإفريقي. ومكنت هذه القمة من وضع الأسس الكفيلة بإرساء شراكة اقتصادية بين مجموعتين تمتلكان موارد طبيعية وبشرية هائلة، وتشهدان نموا اقتصاديا كبيرا وفرصا واعدة تفرض على الدول العربية والإفريقية تجسيد شراكة حقيقية من خلال مشاريع وبرامج محددة تكرس الاندماج وتعود بالنفع على الشعوب. وأكد رئيس الجمهورية أن أهداف الألفية للتنمية شكلت التزاما دوليا بتحقيق خطوات محددة في سبيل مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للسكان، علاوة على إرساء شراكة تنموية فاعلة بين الأمم. واليوم إذ لم تعد تفصلنا عن سنة 2015 سوى 21 شهرا، فإنه حري بالدول العربية أن تقف وقفة تأمل للتعرف على النجاحات وتحديد الإخفاقات وبلورة رؤية موحدة للعالم الذي نريده لفترة ما بعد 2015. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن النشاط البرلماني في هذه النشرة، أجازت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها اليوم برئاسة السيد محمد والمحمد نائب رئيس الجمعية، أجازت مشروع القانون المعدل المتضمن للمدونة المعدنية. مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير النفط والطاقة والمعادن السيد حمود والخونة. 13 مادة جديدة حملها مشروع القانون المعدل والمتضمن للمدونة المعدنية، التي تمثل إطاراً تشريعياً منسجماً وجذاباً للنشاطات المعدنية في بلادنا. السادة النواب اعتبروا مشروع القانون إضافة نوعية من شأنها أن توحد الجهود المبذولة من طرف قطاع الطاقة والمعادن، كما تهدف إلى ترقية إمكانيات بلادنا المعدنية والنفطية، وتعمل على توحيد بعض الضرائب كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الأجور والخدمات. نواب آخرون انتقدوا الإفراط في منح رخص التنقيب وطالبوا بوضع معايير على أساسها يتم المنح، كما عبروا عن أملهم في رؤية عائدات قطاع المعادن تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين، مشددين على ضرورة توسيع عمليات التنقيب لتشمل باقي مناطق الوطن. كما كانت الجلسة فرصة للمطالبة بإيجاد حلول لمختلف المشاكل التي يعرفها العمال بقطاع المعادن، خاصة على مستوى الشركات المشغلة. وفي معرض ردوده أوضح وزير النفط والطاقة والمعادن السيد محمد والخونة أن القانون الجديد يهدف إلى إضافة جملة تعديلات تهدف في مجملها إلى جلب المستثمر مع الإبقاء على جملة من الشروط الفنية والإمكانيات الضرورية. وعدد السيد الوزير مضامين التعديلات الجديدة كالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمشتريات المحلية من السلع والخدمات والمعدات الضروري استخدامها لحسن تسيير العمليات المعدنية، وتوحيد النظام الضريبي على الأجور والرواتب بين المواطنين والأجانب، وتخفيض المساحة القصوى المسموح بها لرخص البحث تلبية لزيادة الطلب المتصاعد ورغبة في تنويعه، وغيرها من النقاط التي تضمنها مشروع القانون. وذكر السيد الوزير بأن بلادنا تمنح في الوقت الحالي 250 رخصة للتنقيب و11 رخصة للاستغلال، وأن قطاع المعادن يساهم بحوالي 30% من الميزانية العامة للدولة، كما يشكل مجالاً لخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وفي نهاية الجلسة اعتمدت الجمعية الوطنية مشروع القانون المعدل المتضمن لمدونة المعادن. وفي سياق متصل استقبل نائب رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد المحمد سفير جمهورية النمسا في بلادنا سعادة السيد وولفغانغ أنجير هولزر، تناولت المباحثات تعزيز العلاقات بين البلدين. وقد حضر اللقاء الأمين العام للجمعية الوطنية السيد محمد فالو الكويري. من جهة أخرى، عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية اجتماعا برئاسة النائب محمد الببان رئيس اللجنة، خصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون المتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض. وقد مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير العدل السيد سيدي ولزين رفقة بعض معاونيه.
وعلى مستوى الغرفة الثانية، صدق مجلس الشيوخ اليوم خلال جلسة عقدها برئاسة السيد محمد الحسن الحاج رئيس المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بين بلادنا ومصر في أكزيم بنك الصيني، والمخصص لتمويل مشروع محطة التوليد الكهرومائية في كوينا بجمهورية مالي. كما عقدت لجنة المالية ورقابة الميزانية سلسلة اجتماعات لدراسة ميزانية بعض القطاعات الوزارية. ملخص عن هذه الأنشطة مع الزميل سيدي البول أحمد. بدأت وقائع هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس السيد محمد الحسن للحاج بمتابعة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط حول مشروع القانون المعروض للنقاش. ويسمح مشروع القانون هذا بالمصادقة على القرض الموقع بين حكومة بلادنا ومصر في إكزيم بنك في جمهورية الصين الشعبية، والمخصص لتمويل مشروع محطة التوليد الكهرومائية في كوينا بجمهورية مالي. ممثل الحكومة في هذه الجلسة السيد محمد سالم للبشير وزير المياه والصرف الصحي أكد أن مشروع استصلاح كوينا يهدف إلى تعزيز استغلال المقدرات الكهرومائية لنهر السنغال عبر إقامة محطة توليد بقوة 140 ميجاوات، موضحا في عرضه أمام السادة الشيوخ للمزايا المتعددة لهذا المشروع. السادة الشيوخ أنصبت مداخلاتهم حول الإشادة بمثل هذه المشاريع وما تحقق في السنوات الأخيرة من جلب للاستثمارات المشابهة. كما طالب العديد من الشيوخ بضرورة توفير مياه الشرب في المناطق المحاذية لأنابيب مياه أفطوط الساحل وكذا بعض القرى في مختلف ولايات الوطن. وركزت مداخلات أخرى على أهمية مشروع كوينا باعتباره ثمرة للشراكة الناجحة لموريتانيا مع دول الجوار. السيد الوزير وفي ردوده على أسئلة السادة الشيوخ أكد أن منظمة استثمار نهر السنغال منذ إنشائها حققت نجاحات معتبرة في مجال استغلال الأحواض المائية إضافة إلى إسهاماتها المعتبرة في مجال الري. وأكد السيد الوزير أن الدولة ومن خلال الحصص المزمع الحصول عليها ستحصل على طاقة رخيصة، مشيرا إلى أن الشراكة في مشروع كوينا خيار استراتيجي للدولة الموريتانية. وأكد السيد الوزير أن الدراسات الممهدة لتزويد العديد من القرى بمياه أفطوط الساحل قد اكتملت، وأن الدولة بصدد توفير الإمكانات المادية لتزويد هؤلاء بمياه الشرب. وفي الأخير أجاز السادة الشيوخ مشروع القانون المعرض للنقاش. وضمن نشاطات الدورة الاستثنائية الجارية على مستوى مجلس الشيوخ، عقدت لجنة المالية ورقابة الميزانية وحسابات الأمة سلسلة اجتماعات لنقاش ميزانيات بعض القطاعات. وفي هذا الصدد عقدت اللجنة اجتماعا تحت رئاسة السيد سوماري عمر سيلي رئيس اللجنة لنقاش ميزانية وزارة المياه والصرف الصحي. وقد جرى الاجتماع بحضور وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد سالم البشير محاطا بالعديد من مديري ومسؤولي القطاع. كما عقد اجتماع آخر لهذه اللجنة لنقاش ميزانية وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، وذلك بحضور السيد سيدنا علي والمحمد خونة وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، وبحضور مدير ديوان الوزير الأول السيد علي العساء. عكفت اللجنة على دراسة واستعراض ميزانية الوزارة الأولى للعام 2014، وذلك بحضور العديد من موظفي الوزارة الأولى. وفي نفس السياق عقدت اللجنة اجتماعا آخر لنقاش ميزانية وزارة التهذيب الوطني، وذلك بحضور السيد با عثمان وزير التهذيب الوطني محاطا ببعض مسؤولي القطاع. وتحت رئاسة نائب رئيس اللجنة السيد شريف أحمد والخطري عقد اجتماع آخر لنقاش ودراسة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور السيد البكاي والعبد المالك مع بعض موظفي القطاع. لجنة المالية عقدت ولنفس الغرض اجتماعا تحت رئاسة نائب رئيسها السيد شريف أحمد الخطري مع قطاع التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة، وذلك بحضور السيد الوزير إسماعيل والبد والشيخ سيدية محاطا ببعض معاونيه. ونتحول إلى ولاية الإعصابة، حيث عقد وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد والأحمد سالم والمحمد رارا اليوم بمدينة كيفا اجتماعا مع المسؤولين الإداريين والأمنيين والبلديين، استعرض خلاله الإنجازات التي حققتها البلاد على مختلف الأصعدة. وطالب السيد الوزير السلطات الإدارية بتكثيف الزيارات الميدانية للاطلاع على أحوال المواطنين باستمرار في القرى والأرياف.
ليس اعتباطا أن تستوقف تجهيزات الحماية المدنية. وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد والأحمد سالم والمحمد رارة في أول لحظات زيارة العمل التي يؤديها لعاصمة العصابة. فقد أكد سيادة الوزير في لقاء جمعه بالسلطات الإدارية في الولاية أن قطاعه يعمل على تعميم فرق الحماية المدنية على عموم التراب الوطني نجدة للمواطن المضطر، ضمن محاور أخرى بحثها الوزير مع إداريه في لقاء أشفع بعرض مفصل عن ولاية العصابة قدمه السيد الشيخ عبد الله والي الولاية. هذا اللقاء الذي انعقد اليوم في ولاية العصابة تمحورت مضامين خطاب توجيهي لمعالي وزير الداخلية واللامركزية حول التذكير بصلاحياتي ومهامي السلطات الإدارية باعتبارهم ممثلين للدولة مكلفين بتنسيق ومتابعة وتقييم السياسات القطاعية على اختلافها، مسؤولون عن أمن المواطنين وممتلكاته، مسؤولون عن تأمين الظروف المناسبة لممارسة جميع أنواع وأشكال وأنماط الحريات الفردية والجماعية، مسؤولون عن خلق الجو المناسب لتحسين ظروف المواطن وضمان ولوجه الخدمات الأساسية في مختلف مرافق الدولة. وفي الشق الثاني من تخصص القطاع اجتمع وزير الداخلية واللامركزية بعمد ولاية العصابة في لقاء كرس لتباحث العديد من القضايا. كنا نقول لكم أن الدولة قامت من السنوات الماضية حوالي 5 سنوات الماضية أن الدولة قائمة بياسر من إنجازات على كافة الأصعد، على الصعيد التنموي كثيرا اللي يهمنا كاملين فصلكم وثين الشعب، وهذا تجلى في ياسر من البنى التحتية اللي تم القيام بها، وتجلى كذلك في المؤشرات الاقتصادية اللي صبحت مرتفعة، وعلى مستوى الدخل القومي اللي ارتفع، وعلى مستوى ملي على أن دولة عادت ماشية في اتجاه أن تعود مصاف الدول المتقدمة، وأن تم الاهتمام بالتشغيل من خلال فتح الفرص أمام المواطنين للولوج الوظيفة العمومية، واللي كانت حكر على قطاعين فقط، وناتج ذلك عن شروط كانت مطروحة طرحها مولين وصبحت، وانتج هذا عن تطور اقتصادي الناتج عن ترشيد وتوجيه الاقتصاد الوطني شعور وجوده الحسنة ومكافحة الفساد اللي كان هو السبب في أن الموارد ما تمشي شعور التنمية ولا تمشي شعور الاقتصاد، ما تمشي شعور الصحة ولا التعليم. ثالث لقاءات وزير الداخلية واللامركزية في ولاية العصابة خصص للسلطات الأمنية والعسكرية بالولاية. يواصل وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ سيدي محمد المحم زيارة الاطلاع لعدد من المؤسسات الإعلامية، حيث أدى صباح اليوم زيارة لقناتي شنقيط والوطنية الخصوصيتين. وأكد الوزير خلال لقائه القائمين على هذه القنوات أن النقلة النوعية التي عرفتها بلادنا في مجال الحريات من الضروري تنظيمها للملائمة بين الحرية والسلم الأهلي وصيانة الثوابت الوطنية. الإنصات إلى الشركاء الخواص وتبادل الآراء معهم حول تطوير الإعلام أمور من بين أخرى هدفت إليها زيارة الاطلاع هذه. هنا في قناة الشنقيط اطلع وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان على آليات العمل وظروفه. الأستاذ سيدي محمد المحم لم يكن في عجلة من أمره، فاستفسر عن البرمجة العامة للقناة وتوزيع البرامج فيها والنسب المئوية لكل نوع، دون أن ينسى المطالبة بدعم حضور اللغات الوطنية في المشهد الإعلامي الخصوصي. الحديث دار أيضا عن جهود شركة البث الإذاعي والتلفز الموريتاني وأسعارها التفضيلية، أمر ساهم حسب مراقبين في عدول الكثير من القنوات الموريتانية عن البث من الخارج والاستقرار في أرض الوطن. اليوم بإنشاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية اللي هي الرقيبة على المضمون، وبتحرير الفضاء السمعي البصري، وبإيجاد ترسانة قانونية تحمي الصحفي حتى من العقوبة البدنية. هذا كامل إياك يعود الصحفي قادر على يقوم بعمله في أحسن الظروف وبكامل الحرية. معالي الوزير، إننا ماضون في مسيرتنا الهادفة إلى خلق إعلام هادف ومسؤول، نستمد قوتنا من قوته إعلام يساهم في تقدم وازدهار وتنمية بلدنا، وإننا على يقين أن زيارتكم لنا في هذا الوقت بالذات واهتمامكم بحرية الإعلام والنهوض به إلى الأمام سيكون لها الأثر البالغ في تطوير وترقية هذا الإعلام، كما ستكون حافزا لنا في تحسين خبراتنا الإعلامية المستقبلية إن شاء الله.
قناة الوطنية كانت هي المحطة الثانية في زيارة الاطلاع. هنا تلقى وزير الاتصال شروح من الشباب العاملين حول فنيات العمل والأجهزة الحديثة المستعملة. الحوار الصريح والمسؤول هذا دام حوالي 30 دقيقة. طرح فيها صحفي القناة مشاكلهم المهنية كالصعوبات في الحصول على المعلومة في الدوائر الحكومية وغياب عقود العمل وضعف الشراكة مع القطاع العمومي. الوزير أكد في ردوده على الإرادة السياسية للدولة، إرادة تسعى إلى تعزيز مستوى الحرية العالي والنهوض بالرسالة الإعلامية شكلا ومضمونا. وقد تعهد وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان بتسهيل الإجراءات الإدارية لصالح الصحفيين المهنيين، مطالبا إياهم في المقابل بالعمل على خلق دبلوماسية إعلامية تعرف بالإنجازات الأخيرة التي شهدتها بلادنا كتأمين حدود الوطن والورشات الكبرى في كثير من القطاعات والتقدم الاقتصادي وحرية الإعلام والعلاقات الدولية المتميزة. إنجازات أوضح وزير الاتصال أنها ليست ثمرة لجهود الحكومة وحدها، بل بفضل تضافر جهود الموريتانيين كافة. وفي المجال الصحي وتحت رعاية الفريق قائد الأركان العامة للجيوش، أطلق المستشفى العسكري بنواكشوط أشغال أيام تفكيرية لتبادل المعلومات الطبية في مجال الصحة العسكرية. ويسعى المستشفى العسكري من وراء تنظيم هذه الأيام التفكيرية الأولى من نوعها منذ 20 سنة على تأسيسه، يسعى إلى إطلاع الرأي العام الوطني على الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى للمدنيين والعسكريين. حصيلة 20 عاما من العطاء هي المظلة الشاملة للأيام التفكيرية الأولى للمستشفى العسكري بنواكشوط. أما الهدف من تبادل المعلومات والمعارف الطبية خلال يومين فيتركز حول اكتساب طواقم المستشفى العسكري بنواكشوط خبرات في المجال، خاصة أن برنامج التظاهرات الطبية يستعرض مضامين 40 بحثا طبيا من عطاء المستشفى العسكري. الأيام التفكيرية للمستشفى العسكري بنواكشوط تجمع إلى جانب الاختصاصيين العسكريين ومساعديهم العديد من المختصين والمهتمين بالمجالات الطبية في شتى المؤسسات الصحية الوطنية، وهو التوجه الذي تسعى من خلاله أركان الجيوش إلى تفعيل الاهتمام بعطاء المنظومة الطبية العسكرية للرفع من مستوى الأداء. فإن القائد الأعلى للقوات المسلحة أعطى التعليمات أن تكون قيادة الأركان العامة للجيوش على استعداد دائم لتوفير الدعم المادي والمعنوي للنهوض بالصحة العسكرية حتى تواكب متطلبات المناورة. وقد تجلى ذلك من بين أمور أخرى فيما شهده المستشفى العسكري من تشييد بنية تحتية متكاملة مجهزة صاحبها اكتتاب وتكوين كادر طبي متكامل واقتناء معدات طبية حديثة. لقد تم التسجيل تحسن يجب التنويه به. إن توفير الكادر الطبي والأجهزة الحديثة والبنى التحتية لا يكفي وحده لتحقيق الأهداف المطلوبة ما لم يؤازره ضمير مهني حي وعالي. ولذا فالأمل كبير في أن تكون هذه الأيام فرصة لمراجعة ما تم إنجازه ومحفزاً للإحساس بجسامة المسؤولية ودافعاً لتبادل الأفكار والخبرات للخروج بتصور واضح هدفه المحافظة على الخصائص القتالية وتقديم الإسناد الطبي للوحدات القتالية في الزمان والمكان المناسبين. عملاً بذلك ودعماً لشحذ الهمة الطبية العسكرية، كرست مؤسسة المستشفى العسكري بنواكشوط جملة جهود لرصد كل الاحتمالات التي يضمن التعاطي معها طبياً تعزيز ثقة العسكريين والمدنيين في خدمات المستشفى العسكري. السيد اللواء قائد الأركان العام للجيوش المساعد، تشكل هذه الأيام التي تترأسها اليوم فضاءً علمياً لتبادل المعارف وفرصة للرفع من مستوى التكوين والخبرة بين مختلف العاملين في الحقل الطبي، وهي تتويج
للعناية التي منحها الأركان العامة للجيوش لقطاع الصحة العسكرية خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد المستشفى العسكري نهجة كبرى تجلت في اقتناء أحدث الأجهزة الكبرى الأجهزة الطبية وإنشاء بنية تحتية متكاملة بالإضافة إلى تكوين واكتتاب الأخصائيين. لقد تجسدت هذه النقلة النوعية اليوم في قدرة المستشفى العسكري على تشخيص ومعالجة الأمراض الباطنية وأمراض النساء وأمراض المسالك البولية بواسطة النظر، وكذلك تشخيص أمراض الكلى والتصفية، وهو ما أدى إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفى. ماضي وحاضر المستشفى العسكري بنواكشوط في شكله ومضمونه لخصهما وثائقي أبرز الهيكلة والاختصاصات واعتماد ما جد من الأساليب والتقنيات الطبية سبيلاً إلى رفع التحديات وتطوير الأداء الخدمي بعد 20 سنة من تاريخ نشأة المستشفى العسكري بالعاصمة. الأيام الأولى للمستشفى العسكري بنواكشوط أبرزت اهتمام بعض الشركات العاملة في المجال الطبي بعرض عينات من الأدوية والنشرات الطبية التي تشتمل على المعلومات المتعلقة بالبحث المتجدد في المجال الطبي. احتضنت المجموعة الحضرية زوال اليوم اجتماع لجنة شركاء الورشة الدولية لتنمية مدينة نواكشوط، ويهدف هذا اللقاء إلى وضع مخطط إصلاح حضري لتنمية مدينة نواكشوط وفق المعايير المتعددة المعتمدة في مجال العمران والتخطيط. يكتسي التخطيط العمراني الاستراتيجي أهمية كبيرة بالنسبة للمدن اليوم، خاصة مدينة نواكشوط التي تواجه العديد من التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والظروف الطبيعية والحكامة الحضرية. في هذا الإطار نظمت مجموعة نواكشوط الحضرية هذه الورشة سعيا منها إلى وضع رؤية استراتيجية معمقة لتنمية العاصمة وفق المعايير الفنية المعتمدة دوليا. رأت مجموعة نواكشوط الحضرية لزاما أن تسعى إلى إعداد رؤية استراتيجية معمقة بالتعاون مع ورشات ترجي، وهي منظمة غير حكومية فرنسية تضم مجموعة من الخبراء الدوليين المختصين في مجال العمران، وتهدف إلى مساعدة البلدان في إعداد مثل هذه الاستراتيجيات. ولذلك نحن الآن في إطار اجتماع تشاوري يضم مختلف الفاعلين من أجل اطلاعهم على ما ستقوم به المجموعة الحضرية ومن أجل أيضا أخذ آرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بهذا الموضوع. رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية ألقت كلمة بينت فيها أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتبادل الأفكار بين مختلف الفاعلين في المجال العمراني. يدخل اجتماع شركاء هذا ضمن ديناميكية الورشة، كما يشكل هيئة محلية لتبادل الأفكار بين مختلف المتداخلين في مجال تنمية مدينة نواكشوط بمشاركة المنتخبون والسلطات العمومية والمجتمع المدني والمؤسسات الخصوصية والشركاء الفنيين والماليين. تود مجموعة نواكشوط الحضرية من خلال هذه الهيئة التي شرفتموها بحضوركم رغم انشغالاتكم الجمة إشراككم همومها اليومية للرقي بعاصمتنا ولإيجاد السبل والوسائل التي تجعلها واجهة جذابة للجمهورية الإسلامية الموريتانية. ويأمل المشاركون في هذه الورشة إلى التوصل إلى رؤية تشاورية تمكن من وضع مخطط عمراني لمدينة نواكشوط يجعلها تواكب المتطلبات العصرية في مجالي العمران والإسكان. صدق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يقضي بتنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة. للحديث حول هذا الموضوع نستضيف في نشرتنا الليلة السيد محمد عبد الله الرافع مكلف بمهمة في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. كيف حالكم سيد؟ أهلا شكرا. لو تكرمتم وشرحتم الأهداف من هذا الإحصاء التكميلي، ربما الهدف الأول بادل للعيان وهو تدارك من فاته الإحصاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا.
كيف تعرفوا الهدف من الإحصاء الإداري التكميلي اللي شرطوا عليه هو فتح الباب أمام المواطن اللي بالغ واللي كاملين فيه الشروط يعود ناخب واللي ما سجل والله ما مسجل على اللائحة الانتخابية الماضية. كيف تعرفوا في العادة عند منين تعود فيه لائحة انتخابية معتمدة، لأن اللائحة الانتخابية هي أساس كل الانتخابات. إذن عند منين تعود فيه لائحة انتخابية معتمدة العادي أنها تراجع كل سنة. إياك الناس اللي بلغت سن الرشد سن الزرق والناس اللي ما كانوا كاملين فيها الشروط وتعود على اللائحة تعود تنضاف لها، وفي نفس الوقت يقدموا اللي امتحان منها الناس. والاستراتيجية المتبعة من طرفكم لهذا القضية؟ الاستراتيجية بما أنه إحصاء إداري تكميلي ماشي على أظهر الإحصاء الماضي، كيف تعرفوا عندما بعد الحوار وتكوين تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وافق على هاي اللجنة تبدأ مسلسل الانتخابي من الصفر. إذن عدلت إحصاء إداري التكوين التشكيل إعداد لائحة انتخابية، وهذه السنة أصبح من الضروري عنها مولي تفتح الباب إياك كل مواطن أصبح وحاصل على بطاقة التعريف الجديدة وبالغ سن الزرق 18 سنة أنه ينضاف لها. هذه هي الاستراتيجية المقبوضة لها. كيف تعرفوا عنها فيه طاقم بشري وفيه وسائل فنية منتشرة على امتداد الوطن العزيز، وكل بلدية على مستوى مكاتبها لا يعود فهم طاقم شارف وفهم طاقم فني يكون من مشاركة مع المكتب الوطني للإحصاء، فهم طاقم فني عنده معدات هو اللي يقوم بعملية التعداد. إذا هذا لا يكون على امتداد التراب الوطني ولا يعود كل بلدية زمنية. كل بلدية طبعا فيها مكتبين قابلين أنهم يتنقلوا إياك الناس اللي طرات إلى فقورة تابعة للبلدية تقل يوصلها تعداد، وإياك يعود فيه مسح عام شامل كل حد عنده الرغبة وكاملين فيه الشروط أنه يصبح على اللائحة ينضاف على اللائحة الانتخابية. وإذا كم لا يعطي باب مولي هاي مناسبة إلى عاد فيه مولي حالات لأرواقي لناخبين على اللائحة وحولوا كانوا عمال مثلا والله تبدل سكنهم ويبقوا انهم يتحولوا وشور مكتب اخر زرق، هاي تعود لهم مولي طرق معروفه قانونيه تعود لهم. اذا عنه هو وركات اياها ذا الاحصاء ليه خارجين وحدين ليه يجيهم ورقاج يختار يبدل بالاحصاء الماضي قد يبدلوا ورق حد على اللائحه منين يعود عنده مبررات انه يبدل بل زرقوا مكتب المسجل فيه يتقدم مبررات يقدمهم لمن؟ فيه تعرفوا عن اللجنة عندها تمثيل عندها تشكيلة موازية للتقطيع الإداري، فيه لجان جهوية وفيه لجان على مستوى المقاطعات كل مقاطعة وفيه لجان هو خيار مطروح ولا لابد يعود يقنع به هو اللجنة تغيير المكان؟ هو خيار للناخب إذا هو فات وسجل على اللائحة وخيار له انه يتقدم التشكيله من التشكيلات يطلبها. والخارج مفتوح فيه مولي ذي المره الخارج بما ان الى فيه فم صيله بالبعثات الدبلوماسيه الى عاد طرا وراء الاحصاء الماضي ناخبين عادوا فيهم حصلوا على بطاقات تعريف جديده يدوروا يقصون بعثات. يعني المده الزمنيه اذا كامل كم المده المقرره هي 40 يوم وكافيه، لأن منين يعود فيه مواطنين ضرك حاصلين على بطاقات التعريف وجاهزين في أسبوع يقد يعدل مسحه. إذن مفتوحة له مدة تقريبا 40 يوم فيها فاتخلق فيها التهيئة اللي هي وكونوا فيها التشكيلات اللي تقوم بالإشراف وكونوا وعدوا فيها المعدات من السيارات ووسائل، وإلى اليوم ذا
الانطلاقة أعطت الانطلاقة الرسمية منذ أيام وخلق فيها التكوين، واليوم ذا البعثات متوجهة لعين المكان قد والله في يوم الجمعة هذه عدوا كاملين في أماكن العمل. إذن فعليا لا تبدأ عملية تعداد من بداية الأسبوع اللي هي إذن عندها هذه المدة اللي هي مفتوحة لها. شكرا جزيلا سيد محمد عبد الله الرافع مكلف بمهمة باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. في المجال البيئي انطلقت صباح اليوم بغرفة التجارة ورشة للمصادقة على خطة العمل حول البيئة والصحة نظمتها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. يهدف اللقاء إلى تشخيص المشاكل الناجمة عن التلوث البيئي وتأثيراته على الصحة العمومية. كائنات حية وأخرى جامدة أراد لها مسير الكون أن تعيش بكل أصنافها على بساط المعمورة، وجعل لها هذا البساط وسطا بيئيا يجمعها تؤثر فيه كما عليها يؤثر لتبقى جدلية التأثير قائمة. وليلا يكون التأثير سلبا، أدركت المنظومة الدولية ضرورة اتخاذ استراتيجيات للحد من التلوث البيئي وانعكاساته، فكانت بلادنا في مقدمة الدول المهتمة بالمحافظة على الوسط البيئي، حيث صادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع. وليست هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة إلا نموذجا يعكس هذا الاهتمام. لقد عمل قطاع البيئة والتنمية المستدامة على تأكيد التزامه بتعهداته المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، وعلى هذا الأساس حرص خلال السنوات الأخيرة على تعزيز الجهود والإجراءات والأنشطة والبرامج التي تعالج التحديات البيئية الرئيسية التي تواجه بلادنا في مجال التنمية المستدامة، متمثلة أساسا في حماية البيئة والتنوع البيولوجي، تسيير النظام البيئي والموارد الطبيعية، التكيف مع التغيرات المناخية، التصدي للتحديات الصحية، مواجهة الكوارث، والتخفيف من فترة البقر، تطوير الخبرات والمهارات في مجال إدارة البيئة. ممثل منظمة الصحة العالمية المقيم في بلادنا سيد جان بيير بابيست أكد استعداد هيئته كشريك لبلادنا لدعم الجهود التي تبذلها موريتانيا في هذا الصدد. وأبرز المنسق الوطني لمشروع الصحة والبيئة أهمية المصادقة على خطة العمل حول البيئة والصحة التي هي موضوع هذه الورشة. هذا المشروع كيف تعرفوا اليوم يدخل في طار اللي قال له اتفاقية ليبريفيل حول الصحة والبيئة اللي حضرنا لها 2008، وبدأنا من ذيك الفترة لإعداد الإطار الوطني من أجل صياغة مخطط عمل للبيئة والصحة بدعم من المنظمة العالمية للصحة. وميزة العمل والإيجابيات اللي تقبل منه بلادنا، أعلننا الدولة الوحيدة اللي ذا العمل تم إنجازه من طرف أطر خبراء من وطنيين من مختلف الوزارات، وكانت فرصة لتلاقي الآراء بين أطر وزارة البيئة وأطر وزارة الصحة، وقدينا على أساسه أن نطرحه خطة عمل واضحة تهدف لحماية وصحة المواطن، حماية وسطه الطبيعي وحماية بيئته. ويشارك في هذه الورشة ممثلون من مختلف القطاعات الحكومية المعنية. ونبقى في مجال البيئة، حيث اختتمت بمقاطعة الشام بولاية داخلة نواذب وأشغال ورشة فنية نظمتها الحاضرة الوطنية لحوض إرجين حول الرؤية الاستشرافية لهذه المحمية. تميز اللقاء الذي جمع باحثين وطنيين ودوليين ونخبة من الأساتذة والمعلمين بجملة من العروض طالت جوانب عديدة تخدم عمل الحضيرة في خطتها الخماسية. سيضع هذا الملتقى المختتم أمس الأسس الحقيقية لتصور مستقبل الحضيرة الوطنية لحوض إرجين في إطار استراتيجية تفاعلية ضمن محيطها العام وعلاقاتها بالفاعلين المؤثرين في هذا المجال، وفق رؤية استشرافية تم اعتمادها على مدى اليومين الماضيين. تميز هذا اللقاء العلمي بمداخلات من قبل الباحثين والمهتمين ركزت في مجملها على ضرورة المحافظة على محمية حوض إرجين. إنني أغتنم هذه الفرصة لأجدد تشكراتي الخالصة للقائمين على الحاضرة الوطنية لحوض إرجين ولكافة المشاركين في هذا الملتقى الهام. إن السلطات العمومية ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات القيمة التي خلصتم إليها
من خلال هذا الملتقى التكويني الأول من نوعه من حيث التوصيات التي تعبر بكل جلاء عن جدية النقاشات الهامة التي طبعت هذا الملتقى على مدى اليومين الماضيين. المدير العام للحظيرة الوطنية لحضرقين الأستاذ عالي محمد سالم ذمن النتائج التي تم التوصل إليها. انتهز الفرصة لأقول إن الفرصة بالنسبة هي أن في الحقيقة الساكنة كانت ممثلة في جميع الورشات، وأن النقاش كان نقاشا حرا مفتوحا، وأن كل الآراء وكل المسائل التي كان من المهم أن تطرح طرحت دون قيد أو دون شرط. لكن هذا الانفتاح أو هذه حرية التعبير هي أنجع وسيلة لنا لنخلص من خلالها مجتمعة وبصورة متعارضة إلى أن نخرج بدليل سلوكي أو إجرائي أو تصور لاستشراق المستقبل المستقبلي الحاضر. ممثلة الصندوق الدولي لحضرقين أوضحت أن الملتقى يدخل في إطار توصية من المجلس العلمي لحضرقين، وذلك لتقييم حصيلة الخطة الخماسية لتهيئة وتسيير الحظيرة الوطنية لحضرقين والمشرفة على نهايتها خلال السنة الجارية 2014. والآن إلى جديد الرياضة رفقة زميلي عبدو. تحية طيبة لك زميلي فتن، وتحية لمشاهدينا الكرام، وأدعوك وأدعوهم إلى متابعة نشرتنا الرياضية، لكن بعد هذا الفاصل. مجدد التحية للجميع، وفي بداية نشرتنا الرياضية هذه يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المرابطون لمواجهة منتخب جزر الموريس بالعاصمة نواكشوط في 12 من الشهر القادم ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة أمم إفريقيا للكبار الكان 2015 المقرر إجراؤها بالملاعب المغربية. وقد أكدت بعض الأندية التي يتواجد بها لاعبون موريتانيون استعدادها للسماح للاعبها بالمشاركة مع المنتخب الوطني خلال المباراة القادمة، حيث تأكد حتى الآن تواجد المدافع المخضرم بلال سيدي بي المحترف بفرنسا واللاعب المعار لجمعية سلة المغربية قرمقو موسى التراوري. وكان الناخب الوطني باتريس نيفا قد قام خلال الأسبوع بزيارة مفاجئة للفريق التابع لجمعية سلة المغربية لأجل معاينة مهاجم المنتخب الوطني قرمقو موسى التراوري للوقوف على جاهزيته على المستويين البدني والتقني. وشارك ويشار أن كل من قرمقو موسى التراوري وبلال سيدي بي قد شارك في المباراة الودية التي خاضها المنتخب الوطني بالملعب الأولمبي في 5 من الشهر الجاري أمام منتخب النيجر ضمن اليوم الدولي للفيفا. اختار الاتحاد التونسي لكرة القدم ملعب المنزه الأولمبي لاحتضان المباراة التي ستجمع في 5 من الشهر القادم منتخبنا الوطني للشباب أقل من 20 سنة مع نظيره التونسي للشباب ضمن منافسات ذهاب الدور الأول من التصفيات المؤهلة للدورة 19 للكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للاعبين الشباب أقل من 20 سنة التي سيستضيف نهائيتها السنغال مطلع العام القادم. ويعد ملعب المنزه ثاني أكبر الملاعب بتونس، حيث يعتبر المعقل الرئيسي لناديي الترجي الرياضي والنادي الإفريقي ويتسع ل 45 ألف متفرج. وكان الاتحاد الإفريقي قد اختار طاقم تحكيم من قينيا لإدارة هذه المباراة بقيادة الحكم المركزي بابا لينو ومساعدة مواطني عبد الله سيليا وعبد الرفاي والحكم الرابع أوسمان جاكوب كامرا، بما عين الاتحاد الافريقي المغربي محمد غزاز لمراقبة هذه المباراة. الموفقية لمنتخبنا الوطني. ويواصل نجم المنتخب الوطني المرابطون ونادي الوئام الحسن العيد تربعه على صدارة هداف البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى بعد تصدره للقائمة الخاصة بالهدافين برصيد 9 أهداف. وتمكن اللاعب من تسجيل العديد من الثنائيات خلال جولات البطولة، كان آخرها تلك الثنائية التي أكرم بها وفادة مرمى حارس فريق مودرن كيهيدي ضمن اللقاء الذي أنهاه
فريقه الوئام بسداسية من الأهداف في الجولة 12 من البطولة الوطنية لكرة القدم، ويبتعد الحسن العيد بفارق هدف واحد عن أقرب مطارديه لاعب نادي جمل سطارة بشير أمباي جاي. وفي باقي ترتيب قائمة هداف البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى التي تدخل نهاية الأسبوع جولتها الختامية قبل مرحلة البلاي أوف الحاسمة، يتواجد لاعب زمزم ديارا يلي في المركز الثالث برصيد 7 أهداف، ولاعب الويام جاي يوسف برصيد 6 أهداف. في المركز الرابع يليه مهاجم تفرق زينة الشيخ الفلاني بذات الرصيد. تألق لاعب المنتخب الوطني الشاب أحمد الأحمدو مع ناديه الإنجليزي ثربيدج بعد أن ساهم في تحقيقه فوزا صعبا للنادي على حساب مستضيفه نادي ثيصامدن نتيجة 3 أهداف مقابل 2، ضمن منافسات الدوري دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي، حيث قام الأحمد بصناعة 2 من بين الأهداف 3 التي قفزت بالفريق إلى المركز 5 في ترتيب الدوري. وكان اللاعب الشاب قد سجل أول مشاركة له على المنتخب الوطني في مباراة دولية أمام منتخب النيجر 5 مارس الجاري، حيث قدم مستوى فنيا تفاعلت معه الجماهير الرياضية الوطنية. وتواجد اللاعب قبل ودية وشوط مع المنتخب الوطني الأول خلال وديتي إسبانيا أمام منتخب الكندي، غير أن المدرب أبقاه على دكة البدلاء. ولسنا طبعا على دكة البدلاء، ولكننا ننهي نشرتنا الرياضية هذه، وفي ختامها نعود إلى الزميل فتن ومتابعة ما بقى. شكرا عبدو. لم يبقى من النشرة إلى تذكير بالعناوين. القمة العربية 25 تختتم أشغالها بحضور رئيس الجمهورية، والبيان الختامي للقمة يدعو إلى ضرورة العمل على تحقيق التوافق بين الدول، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المصيرية والحيوية للأمة. ورئيس الجمهورية يجري على هامش القمة مباحثات مع عدد من القادة العرب حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين بلادنا وهذه الدول. المستشفى العسكري ينظم أول أيام تفكيرية منذ تأسيسه لتبادل المعلومات الطبية في مجال الصحة العسكرية وإطلاع الرأي العام الوطني على الخدمات الصحية التي يقدمها للعسكريين والمدنيين. تأتي النشرة في أمان الله.